الشيخ نريد نسأل البعض، يقول يعني لماذا يعني أهل شنقيط يحفظوا؟ أبدا ليسوا الكامل غريب ولا أفهم، لكن الموضوع موضوع تعود. نعم. أذكر أني كنت طفل صغير في المدينة. نعم. أنت ما لحقت هذا الشيء. كنت أخذ صفيحتين. نعم. أربطهم بسلسلة. نعم. وأحمل على متني وأمشي. ما شاء الله. صفيحتين كبار مرة. من الماء من العين. وأمشي. بينما صفيحة واحدة ما أستطيع أشيلها. سبحان الله. أعبي الصفيحتين وأقول واحد عمتك فطلع لي برا. أيوه. وأربطها بالحبل وأحطها على متني وأمشي مسافة طويلة. ما شاء الله. الشغلة شغلة تعود. تعود. من صغر لهم يحفظون. أنا الحمد لله في هذه السن لازم أحفظ. أقول لك قبل شهرين قبل 4 شهور حافظ 60 بيت منظومة منظومة بن سيبوي الحنبلي لعوامل النحو. أيوة الجرجاني. الحفظ الجرجاني. مع المراجعة لابد حفظ في البداية، المحفوظات الجديدة لابد أن تراجع يوميا. وأنت تراجع الشيخ بارك الله فيكم كل شهر كل ما حفظ؟ كل محفوظات اللي أحفظها أقرأها كل شهر. كل شهر. كل شهر أقرأها المثول الستة. لأنه بعض الطلاب يقول عندما يسمع منكم الشيخ جزاكم الله خيرا يسمع من الشيخ يقول هذا هذه الأبيات يعني كانت عندنا أيام الابتداء، يظن صدق أنك لم تراجعها منذ الابتداء. أنا استغرب من واحد أقرأ له قصية الرندي. نعم. بالأندلس. نعم. يقول قلت له هذا حفظها قبل 50 سنة عندما كنت طالبا بالثانية الثانية الثانوية. نعم. لكن دائما أقرأها بمناسبة يجد مناسبة أكثر أقرأها. نعم. حفظ نعم. المهم الحفظ، الحفظ الجديد لابد أن تقرأه كل يوم. إذا رأيت أنه صار أفضل. نعم. تقرأ كل شهر. كل شهر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ القرآن في شهر. وأظن الشيخ أنتم جزاكم الله خيرا يعني تستعمل كل الجوارح في الحفظ معك. من برين. نعم. كتبته ولا زال عندي خطي إلى الآن كتبته عمري 17 سنة. نعم. هذا كتبته عندي إلى زال خطي كما هو. كان عندكم مجلس الشيخ بعد العصر. نعم. تكتب فيه أحيانا بعض الأبيات. يمكن. وتحفظها. على كل الآن في بعض الحالة الأخيرة. نعم. الحقيقة أني لا أكتب. لا تكتب. كنت أكتب مراقي السعود. أي نعم. مراقي السعود الحقيقة تفلت علي لأني ما رجعته. ما تراجع. حفظت منه 660 بيت. ما شاء الله. باقي لي منه الثلث فقط. الله يعطيك. لكن تركته. الذي أحفظها المهم أحفظها أقرأها كل شهر. أي نعم. أيا كان. أول ما أحفظ أنتهى من القرآن أحط بعده من بري. ثم لامية الأبحار. ثم نظم الزواوي لقواعد الإعراب. نعم. ثم بعد ذلك الرحبية لابن مالك. للرحبية لصاحب الرحبية صاحب الرحبية. نعم نعم نعم. أحفظها أقرأها في 10 دقائق وبياتها 176 176 بيات أقرأها في 10 دقائق الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. رب العالمين. المهم النحو، النحو عندي اللامية الأفعال وعندي قواعد العرب للزواوي. نعم. وعندي الألفية في مالك وأخيرا نظم العوامل النحو الجرجاني هذه 4. ما شاء الله. في القرآن عندي من بري. نعم نظم. وعندي في الفرائض الرحبية. الرحبية. هذه هي الحلم اللي أحفظها. سبحان الله الشيخ قليل لكن يركز عليه الإنسان بركة بركة كبيرة. بركة بركة. أحسن من كثير ولا فائدة. صحيح. قليل دائم خير من كثير منقطع. صحيح والله. صحيح. يعني شيخنا بعض الطلبة شيخنا تجده لما يتكلم ويقول قال فلان في كتاب كذا وقال فلان في كتاب كذا وتقول هذا الرجل ما شاء الله حافظ جميع كتب الدنيا وهو فقط مجرد تحضير فقط للمادة. أيوة حضر. لو سألته بعد أسبوع حتى يقول والله ما أذكر. ما سبحان ما اذكر ما يذكر شيئا يا شيخنا ما يذكر شيئا الله. ولذلك حتى احد المشايخ يقول راي ذكر عن او راى بمكتبه ابن عثيمين رحمه الله صغيره سبحان الله صغيره جدا لكنه الشيخ ابن عثيمين اتقن كل ما فيها سبحان الله لا اله سبحان الشيخ محمد الامين الشنقيطي رضي الله عنه انا احدث عنه نعم تجد انه ما عنده كتب الله اكبر قليله كتب جدا جدا قبيله الغايه لكن يحفظ ما فيها اللي عنده يحفظها يحفظ كل ما لا اله الا الله لا اله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين قصه الشيخ في لا نافيه للجنس